إيه رح نشوف لمين أعطيته تصويتكم، لمين أعطيته، مين أخذ الأفضلية، بنشوف نحن وياكم. لورين وودز ما معقول، لورين وودز 38% اخذ من التصويت، سبق حسن وايتسايد ب 9%، حسن وايتسايد كان عنده 29% من التصويت. لاحظوا بالاعاده البلوك شوت مع تايمينج الممتازه اللي بيعملها لورين وودز على تشارلز توماس، كمان من انجل اخر رح نشوف كيف وودز عطل بشكل كامل اللاعب تشارلز توماس. هالمرة رح تشوف بهالأسبوع المرحلة السادسة والمباراتين من المرحلة السابعة مين أجمل اللقطات، وأكيد بعد وقت قليل بتشوفونا على ويب سايت لـ LBC www.lbc.com/inside-game وبتصوتوا عليهم من هلأ لإنسايد جيم يوم الاثنين المقبل. بنشوف نحن وياكم خمس لقطات كتير حلوين. رامي ببر لفيليب، فيليب يخترق السلة، أمير سعود اللي دخل على أرض الملعب، لورين I love this game. رح تشوفوا قد ايه فرقة ديكسون بينطلق بشكل سريع، هلا اي لاف ذيس جيم، ديون ديكسون رائع جدا. يعني هيدي البلاي اكيد رح تكون واحدة من البلايز المرشحين بانسايد جيم.